خلال بث مباشر على تيك توك، حيث كشفت سيلينا جوميز عن دواء الذئبة الذي تتناوله أدى إلى تقلبات شديدة في الوزن مما يجعلها ممتلئة، قالت: عندما أخذ هذه الأدوية أميل إلى حمل الكثير من الوزن، وهذا يحدث بشكل طبيعي للغاية، وعندما أخرج منه أميل إلى فقدان الوزن. أردت فقط أن أقول وأشجع أي شخص هناك يشعر بأي نوع من الخجل والعار لما يمرون به بالضبط، ولا أحد يعرف القصة الحقيقية. أريد فقط أن يعرف الناس أنك جميل رائع. نعم، لدينا أيام ربما نشعر فيها بالرغبة في ذلك، لكنني أفضل كثيرا أن أكون بصحة جيدة وأعتني بنفسي. أدويتي مهمة وأعتقد أنها تساعدني كثيرا. وأشارت إلى أنها ليست عارضة أزياء ولن تكون أبدا عارضة، واختتمت الفيديو برسالة خاصة إلى الفانز والهيترز قائلة: أنا أحبكم يا رفاق وأشكركم على دعمكم لي وتفهمكم، وإذا لم يكن الأمر كذلك فابتعدوا، لأنني بصراحة لا أؤمن بتوبيخ الناس على أجسادهم أو أي شيء آخر.